السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الاخلاص حرف بحرف درست تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ قل هو الله قل هو الله أحد 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 قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له كفواً 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 أحد أحد كفواً أحد كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.